خلينا في كانديد تلاقى بخو حبيبته كونيغوند. فقال ليه خوها غيبقى ديما يتفكر النهار الكحل اللي شاف فيه والديه كيتقتلوا قدامه واختو كتغتصب. فخو كونيغوند غيعاود ليه القصة كاملة من اللي هجموا عليهم البلغار وكلش. فقال ليه من اللي ما لقاوش كونيغوند صاقوه هو والديه هو والبارون والبارونة الكنيسة باش يدفنوهم، الكنيسة القريبة للقصر باش يدفنوهم. فصب عليهم داك الغسال اليسوعي الماء المقدس، والحسن الحظ داك الماء المقدس كان مالح، فملي كان مالح اخترق العين ديال خو كونيغوند وتحركوا الشفايف ديالو. لاحظوا الغسال باللي تحركوا الشفايف ديالو وقاس قلبه، قاس ليه القلب باش يشوف واش مازال كيضرب. فلقاه مازال تيضرب وهزو وداه معاه وخلاه عنده في الدار. مور 3 ديال السيمانات تشافى. قال الكونديد عرفتيها كونديد، كنت زوين وليت حلوة. الأب كروست اعتانى بيا، هو المسؤول على البيت وأحسن صاحب عندي، اعطاني اللباس ديال الراهب وصفتني لروما. كان ملي صفتو لروما كان الأب الرئيس ديال روما كان باغي الشبان اليسوعيين اللي جايين من الألمان، الألمانيين، وقليل الحكام اللي كيقبلوا الباراغوانيين ولا مقارنة بالإسبان والألمان. فكان محتاج الشبان اليسوعيين الألمان، وهاد خو كونيغوند كان وجيبة حيت هاد خوتنا هادو كانوا كيبغيو الأجانب كتر من كحل الراس، كيبغيو كيسيطروا عليهم ويحرتوا عليهم. فالأب الرئيس صافط خو كونيغوند الحفل اللي هو فيه دابا، فصفته هو وبولوني وتيرولي هادو صحابه. الأب الرئيس صفته البلاصة اللي كيدوي فيها دابا مع كونديد وكاكامبو حاضيهم. خو كونيغوند من اللي صفته الأب الرئيس مشى ولقى واحد التكريم كبير من عند أهل المكان. من اللي وصل داروا ليه تكريم ولا كولونيل وكاهن في نفس الوقت، كيستقبل الجنود ديال الملك إسبانيا وكيتفشخر عليهم، وأكد الكونديد أنهم غادي يأكلوا التمرميق هاد الجنود ديال إسبانيا. فقال ليه الكونديد واش بصح اختي العزيزة كاينة عند الحاكم اللي حدانا، الحاكم ديال بوينس آيرس؟ كونديد غيقول ليه آه كاينة عنده. وبقاو كيتباكاو وتيبوسوا في بعضياتهم المحبة ماشي سكوبيدو. قال ليه خو كونيغوند غنمشي ونحررو كونيغوند. قال ليه كونديد هادشي اللي كنتمنى حيت انا راني ناوي نتزوج بها. ايوا غير نطق كونديد بهاد الجمله هادي وهي تناكت عليه. قال ليه خو كونيغوند ياك هود ياك يا المتكبر كتخور حتى بغيتي تزوج باختي اللي عندها 72 درجه في النسب، الموسخ الحقير. عرفتي شبعو سبان هاد خو كونيغوند. مرضاش كونديد حيت ما عندوش درجة نسب كبيرة مقارنة بختو، فبدا يسب فيه وحشي فيه الهدور. كونديد مسكين كان متفاجئ ومخلوع. قال ليه سيدي الدرجة ترى ما عندها قيمة، اختك راه خديتها من اليهودي والمحقق، وعلشان هانا نخوي السيكتور راها باغا تزوج مني. وبانغلوس كان ديما كيقول لي الرجال راه متساويين، اذا غنتزوج بها. خو كونيغوند قال ليه ها احنا غنشوفوا السي الشريف. هز واحد السيف وضربوا الكونديد في وجهه. ناض كونديد هز تا هو السيف ديالو وغرزو في الكرش ديال هاد خو كونيغوند حتى وصلوا ليه للمعدة. السيف ماشي غرز داك السيف مزيان. ملي خرج السيف بدا تيبكي وقال يا ربي قتلتي سيدي القديم وصاحبي وخو مراتي، انا افضل رجل في العالم، ها انا قتلت 3 ديال الرجال منهم 2 كهان. كاكامبو اللي كان رد لهم البال وكيحرس المخبأ تفعفع. فقال ليه كانديد غيجيو يقتلونا، اللهم نبيعوا حياتنا غالية ونقتلوا راسنا بالسلاح. كاكامبو بطبيعة الحال ما داش فهاد الهضره اللي كانديد. كاكامبو عنده الخبرة وماشي شي واحد اللي كتقود عليه كيتأزم. خدا التوب اللي ديال داك خو كونيغوند اللي طايح اللي مات اللي قتلو كونديد اللي كان يتلابسو، ولبسو الكونديد ولبسو الطربوش ديالو
داك اللي فيه الزوايا، وعاونوا يركب العود، وداك الشي كله دارو كاكامبو في تانية بالزربة داك الشي دارو. وقال ليه يالله أنا با يالله نزربوا سيدي، راه كل شي يسحب ليه انت غادي تمشي تعطي الأوامر، وغنكونوا فتنا الحدود ملي يكونوا جايين يتبعونا وساقوا الخبر بالموت ديال خو كونيغوند. كاكامبو بالذكاء ديالو كيغوت، حيدو من الطريق، احيدو من الطريق، بالاك المحترم الكولونيل دايز، بالاك بالاك. مشاو بالعودانات كاكامبو كانديد وهربوا وفاتوا الحدود، وحتى واحد ما عرف بالموت ديال خو كونيغوند لديك الساعة. ملي هربوا كاكامبو كان نمس، هو قبل ما يهرب هو وكانديد هز معاه في الساك قبل ما يهربوا، هز معاه الشوكولات والخبز والفاكهة والديسير والشراب والتيتيز والقصارة والزهود، لا هادشي ما كاينش غير الفاكهة والخبز والديسير والشراب والشوكولات. المهم عمر المزيودة مزيان، ميخل القصر وخدا كاع الماكلة الحلوة وزاد مع الطريق. كاكامبو كانديد دخلوا بالعودانات الاندلس ديالهم دابا لواحد البلاد ما عارفينهاش، ما عارفين عليها والو، وما لقاو فيها حتى طريق. في الاخر لقاو واحد الواد، هبطوا يرتاحوا شويه، كاكامبو عطى الماكله لكانديد وكانديد هنشر في الماكله وتياكل وتيقول كيفاش كاكامبو بغيتيني انا ناكل وانا قتلت خو حبيبتي، وعلاش انا غنبقى عايش وتياكل، والصحافه شنو غتقول عليا. وكانت الشمس غادا وكتغرب، واحد شويه كانديد وكاكامبو كيسمعوا شي صوت بحال صوت النسا، ما عرفوا واش كيغوتوا للفرح ولا للالم. ناضوا الجوج بالزربه وشدهم واحد الخوف وتفعفعوا، هاش هاد البلاد تعيسه. هاد الصوت اللي سمعوا كان ديال واحد جوج بنات عريانات وتابعينهم جوج قرودة، ماشي قرودة بنادم، قرودة حيوانات. هاد القرودة تابعينهم تعضوهم وهما هاربين وما لابسين والو، عريانات غاديين جهة الواد. كانديد كون كان مغربي في هاد اللحظة كان يقول اش خصكم جوج قرودة جوج عريانات مولاي. كانديد بغى يحن عليهم ويرأى بهم، فهو ديجا كان تعلم يضرب بالسلاح في البلغار وعندو الدقة والبراعة في التير، فأخذ السلاح الإسباني ديالو بق بق طيح القرودة وسالت هاد المهزالة هادي. قال ليه كاكامبو الحمد لله فكيتي هاد المخلوقات مسكينة من القرودة وحليتي ليهم المشكل، إلا درتي غلط من اللي قتلتي المحقق وخو جمتك راك صلحتيه دابا سيدي من اللي حليتي هاد المشكل. يقدو يكونوا هاد جوج بنات بنات الدار الكبيرة ومن عائلة نبيلة، وهاد المغامرة تقد تعاوننا نلقاو منافع كتيرة في هاد البلاد. وهو كيكمل كاكامبو صرت لسانه ملي شاف هاد جوج بنات كيعنقوا في القرودة وتيبكيو، وهاد الجوج قرودة اللي تقتلو تيعنقوهم وتيبكيو وتيغوتو بالجهد وتيبكيو. كانديد قال لكاكامبو اما كنتش كانت سنة يردوا لي الخير بهاد الشكل هذا. قال ليه كاكامبو راك نكتيها عليهم ملي قتلتي ليهم العشاق ديالهم. كانديد جاوبو شنو هو البنات ولاو يطيحوا في القرودة ما تحشمش. قال ليه كاكامبو عزيزي ما تسرعش، راه كاين بلايص اللي فيهم هادشي، القرودة اللي ديجا فيهم ربع انسان راه كيطيحوا فيهم النساء ديال شي بلايص. قال ليه كانديد للاسف مالوغوزمون عقلت على بانغلوس قال لينا فاش كان كي يقريهم باللي هاد الشي راه كيوقع، وهو اللي كيعطي التخالط وكيخرج حيوانات بالزنطيط وبالقرون وباللعبات اللي ما تيكونوش في جميع الحيوانات. كان كيسحب ليه هاد الشي خرافات الكانديد. قال لي كاكامبو دابا غتكون اقتنعتي باللي داك الشي حقيقي، وليتي عارف كيفاش كيعيشوا شي ناس اللي ما عندش جد باباهم شي ثقافة. وكاكامبو غيفعفعو بواحد الجملة قال لي انا خايف هاد الجوجات يكحلوها علينا. كانديد تمر وفكر وقرر وخرج من الواد هو وكاكامبو ودخلوا لواحد الغابة لداخل ديالها وتعشاو تما هو وكاكامبو
من بعد ما لعنوا المحقق والحاكم ديال بوينس ايريس وخو كونيغوند. الله ينعل المحقق وجه الكلب والحاكم البوينس ايريس وجه الكلب وخو كونيغوند تا هو وجه الكلب. كب كب ككامبو كبتي. دازت الليله بحال هكاك، تعشاو ونعسوا على الربيع، وملي ناضوا لقاو راسهم ما قادينش يتحركوا. علاش ما قادينش يتحركوا؟ هادشي حيت جاو الاوريون، هما مالين ديك البلاصه ديك البلاد اللي ما عارفينهاش لا كانديد لا كاكامبو، وهما اللي جاو وربطوهم. من بعد ما دوك جوج البنات اللي كان تابعينهم القروده وشاو بيهم، وهنا غيوقعوا بزاف ديال اللعيبات. غنعاودوهم في الحلقه الجايه. الى وصلت الحلقه الالف لايك غادي نكملوا ونعوموا في الاحداث اللي وقعات الكانديد وكاكامبو في هاد البلاد ديال الاوريون. الى اللقاء.